فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل عند زيارة القبر، أن يستقبل المسلم القبلة ويدعو للميت، أو أنه يستقبل الميت ويدعو له؟ استقبل وجه الميت مثل الحي. أنت بغيت تسلم على المسلم الحي تلديه قفاك ولا تستقبله، فهذا يستقبله مثل الحي، يسلم عليه ويدعو له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.